في حاجة يا عماد؟ انت وصلت بيك ان انت تدخلي معاهم جوه اوضة النوم ليه؟ ها؟ لا وعايشة معاهم اللحظة. طب هما مبتسمين، انت مبتسمة ليه؟ واحد ومراته في قلب ليه كده؟ ده اذا كانوا هما لسه ما خدوش على بعض، انت واخدة ازاي عليهم؟ لا يا شيخة ظلمتك والله، طلعتي بتتكسفي بعد ايه؟ طيب انا ما اقدر الحين اني حط صرحة بس اوريكم وشلون انا امشط شعري. يعني انت عايزة تقنعينا ان ناس في اعمارنا مش هيعرفوا لما هاخدوا يمشطوا شعرهم؟ حضرتك بتضحي بالحجاب عشان تورينا ازاي نمشط شعرنا؟ مع اننا ما مشطنا شعرنا، شايفة الامر سرح مثلا؟ لا بصراحة احلى حاجة فيك ان انت مصرة ان انت تحطي الطرحة رغم قهرة الظروف. طيب انا ما اقدر الحين اني احط طرحة. احنا ما شفناش شعرك، ما تخافيش، هو مش كاريه، هو الكاريه لحد هنا. دي على قرصة شايفين زي كده، بس اقلب راسي زي. يقلب منفعتك يا شيخ، مش تقلبي راسك. البنات اللي عندهم 17 و18 سنة ذنبهم ايه يشوفوا فيديو زي ده؟ ها؟ هو مقلب سخيف بصراحة، ما يتعملش في ليلة العمر عشان هي بتبقى ليلة وبعد كده بتبقى ليلتنا ليلة. يا بت لا ما تشديش، انت تديها كده ايه بالقمطة من تحت، انت لسه هتشدي وتعملي خلصي. لابسة بلتلون شد ببلتلون، هي تتشغل في البلتلون وتسيب لك جوزك. ودايما وانت في الفرح كده يبقى عندك ايه سرعة بديل، يعني تبقي مسترة الدول كده وتروحي ايه هبش على طول، فاهمة؟ يعني ما تديش فرصة للي قدامك انه يفكر، يعني اكتم تفكيره كده زي كتم الخميرة لحد ما ينفجر. هو حضرتك نازل بسين وبعدين عيب على دقنك دي والله. ها؟ انت متجوز؟ طب مش ناوي تتجوز؟ ولا هتتجوز؟ ده انت هتشوف ايام البنفسجي داخل في الكحل كده مش باين لها معالم. يا بنت عيب يا بنت، اديله الكرافتة بتاعك. يا اختي ما تعدي ورا، ما هو نط قدامك لما اخذ عشان يعرفك ان الموضوع سهل وبسيط. شوفوا انا مش بقر، بس الواحد مفتقد هذه النوعيه في الرومانسيه، ان حد يلفحني لما اخذ كده على ظهره. انا عشان طويله وسمينه فمحدش بيقبل على هذا الموضوع خوفا لحسن يقع ويتكسف قدامي، بس الواحد برضه بيتخيل نفسه وكانه فراشه طائره. شفتي اخرة المحنة؟ اديك وقعت انت وهو. اسمعي كلامي، ما كنت عديتي، ما هو قدامك، ولا لازم يعني تبلي هدومك وترجعي لامك متغرقة وتقولي لهم اصل انا وقعت، اصل انا اتحسدت، اصل البت ربا حسدتني، عاملين لي سمعة على الفاضي. لا يا جماعة دي مش خناقة ولا حاجة، دي مصر راجعة من مصر، بس دي ظاهرة طبيعية بتحصل عندنا في فترة الأعياد والمناسبات، بيبقوا الناس كلهم فوق بعض كده، ما تفهمش مين اللي رايح ومين اللي راجع. وأحلى فترة بخرج فيها لمؤاخذة تحت البيت في فترة الأعياد، بحس إن أنا قاعدة في صحراء جرداء، مفيش حد غيري، كلهم بينزلوا وأنا بقعد لوحدي، زي قرد قطع كده. كان عندنا ترند كده وقعد فترة اسمه وهو بيقعد، سمعت صوت عمل فزيك والبنطلون اتفزق. ان البعد يتعلموا يشيلوش حاجات اتقل منهم؟ لا ازاي، لازم الاستعراض. اهو البنطلون بتاعك اتفزق، هنعمل لك ايه دلوقتي؟ ها هنستر عليك ازاي؟ دي نبذة عني باختصار، ما حبش حد يلمس حبيبي، ما حبش حد يجي جنب حبيبي، ما حبش حد يكلم حبيبي. فيومك اسود لو فكرتي مجرد تفكير ان انت تيجي جنبه. وخلي بالك الحركات دي ما تتعملش غير مع شخص متقبلها، شخص مش متقبلها يعني مش بيبادلك نفس المشاعر، يعني ملوش لازمة المح. نحط كل حاجة في مكانها الصحيح، متقبل مشاعري يبقى هيتقبل الاحساس اللي جاي له، مش جاي له احساس بقى وما بيحسش خلاص، ما نجبروش، محدش بياخد الدواء اللي بيشفيه غصب عنه، اتفقنا؟ في المستقبل القادم ان شاء الله حبيبي ده خط احمر، اللي هيجي جنبه هحطمه، اديني قلت اهو عشان بعد كده محدش يتفاجئ من اللي هيحصل. هي ضحكته دي ضحكه فرح كده، قلبه رفرف كده من الفرح،
مش عشان حاجه، هو اللي بيطلع من القلب بيبقى اوفر، انا عارفه، بس كده هو، ما هي كده انا كده بس. بلاش تجويد يوم الفرح، ابوس ايديكو، عمشتيها، هي لا تسطي لها البتاعه في وشها، انت كده بتفرحيها مثلا؟ نركز يا جماعه نركز، وبعدين انت بتضحك على ايه؟ مراتك عينها اتفقعت جنبك، مستفز؟ ايه يا دنيا عندكم براغيث؟ انا عارفه الحر بيطلع بقى البراغيث والسوس والحاجات اللي مش لذيذه دي، ايه ارشه؟ ايه ده حب من اول هرشه؟ يا روحي انا ما استحملتش تشوفك بتهرش في ظهرك، هرشت لك هي. طب خدي تعالي، انت سايبانا ورايحه فين؟ هو انت اللي راكبه ورا ده زوجك؟ يعني انت كده خنتي خيانه هرشيه؟ ها؟ ولا ده مين؟ ارجو التوضيح عشان انا هفضل اكل في دماغي كده لحد الصبح. هل اللي انت عملتيه ده ذنب ولا ثواب؟ وانت اخويا مش عارف تنظف التيشيرت قبل ما تنزل من البراغيث. اقعد، رايح فين؟ هي مبوسه؟ خلاص عشان كتبت كتابك افتكرت نفسك واحد من العيله ولا ايه؟ ارجع مكانك. هي قالت لك مثلا ان الامن سرح، تعالى هرش لي شعري كده، شلت لها الباروكه قدام الناس وفضحتها. يا ساتر عليك يا ساتر، تفضلي مزومك كده كتير ولا ايه؟ هو ما يقصدش وما يعرفش ان انت لا مؤاخذه لابسه باروك، بتريحي شعرك من السشوار؟ ده الطبيعي يعني، كلنا شعرنا اتحرق والحمد لله. جو سلو موشن اللي انتوا عاملينه ده، انا تعبت. ده انت بطيء قوي، خلاص ترجم، شد لها الباروكه تاني. هتفضل تلف حوالين نفسك كده كتير ولا ايه؟ هي مش هتضربك، انت تشجع كده ورجع لها الباروكه مكانها. شاطر، ما تنكش في حاجه تاني مش بتاعتك. والله يا اختي ولا ليك عليا حلفان، هي دي كانت نظريات، وانا كنت محدده ان انا البس فستان اسود كنوع من انواع الوقار وتوديع للايام البيضه والدخول على الايام التانيه، بس والدتي الله يرحمها رفضت، قالت لي لا هتضحكي الناس علينا، ولبست الابيض والناس برضه ضحكت مع كده كده كانت الناس هتضحك، ما سابونيش ليه اعمل اللي في نفسي؟ انا مش فاهم. بعدين انت بتضربها بالقفه ليه؟ هي موضه، ما هي كده كده هتتضرب. مستعجل على ايه يا دناي؟ لا يا جماعه، دي العروسه وهي اللي لابسه بدله الراس دي وبترقص، دي العروسه برضه، واهم حاجه ان العريس قاعد ومستريح وعاجبه الموضوع، مش بترقص له هو بس، لا ده رقصت للمعازيم كلها وعلى الخارجين مراعاه فروق التوقيت. ليه؟ عشان تبهره. قالت لك انا اجيب رقاصه يقعد يبص عليها انا اقعد اكل في نفسي، انا هرقص له واخليه هو اللي ياكل في نفسه. ونجحت المضروبه في افكارها، مش هو بس اللي اكل في نفسه، واحنا كمان بناكل في نفسنا على اللي بيحصل ده. عادي، ده الطبيعي، فكرة ان حد يحتفل بينا دي مش بقت صعبة، دي بقت مستحيلة من المستحيلات كده، فممكن يكروتوكي، وكويس ان هم جابولك تورتة اصلا. انا عايزة اقولك والله يا اختي ولا ليك عليا حلفان، انا عملت اعياد ميلاد للناس كلها الا انا، باجي عليا انا وتصدي مش تقف، تصدي كده تبقاش عايزة تتحرك، فانا كاختك يعني صغننة بتبتب عليكي وعلى جروحك وبقولك عادي انتي مش لوحدك، كلنا بنقاسي لا مؤاخذة من نفس المأساوية. الشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب لضده، كفاية يا حبايبي واحترموا بعض بعد كده، مش لازم قدام المعازيم، هو مش سباق مين اللي بيحترم مين اكتر، خلاص كده ممكن تنزلوا دم من النوز بتاعتكوا انتوا، كتر التوطية في الحر ده غلط. خلاص يا عم والله انت مش محتاج تقف على دماغي، احنا مصدقين مشاعرك المؤقتة دي، اهم حاجة اللي بعد كده مش اللي قبل، سيب اللي قبله للي قبله، خلاص اللي قابل قابل. لا يا جماعة هي مش مصدعة ولا حاجة، هما بيكهربوا لها شعرها، أيوة زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط، بيكهربوا لها شعرها، دي طريقة كهربة الشعر،
هي شكلها كانت مضايقاهم، بس مضايقاهم قوي. خلاص انا اسناني جزع. بص البت اللي ورا دي غلاويه ازاي باين في عينها، ساتر يا رب ساتر. ما شافك غسيل بقى انتوا فاهمين. عشان ما تطيرش مني. احنا بعد ال30 فعلا بقينا عندنا زهايمر سمعي وبصري وكل حاجه، والسبب ده كله يرجع للراجل، لان هو فقدنا الثقه فيه وفي انفسنا وفي اللي حوالينا. فبقى عندنا استعداد لمؤاخذه كده جواني ان احنا نصدق فيه اي حاجه، مش عشان احنا شكاكين، لا، عشان احنا قدامنا ادلات وبراهين بكده، فغصب عننا بقينا بنشك لدرجه ان احنا ممكن نشكه من كتر الشك اللي احنا فيه. لا حرام ما تظلمهوش، هو نوت وكل حاجه، بس انت اللي لسه قالع الحلق قدام عيني، انا شفتك بالعين بتاعه. انا ما يغركش ان هي صفيفه كده وكميله في نفسها، هتطلع عينك هتشوف شرار دلوقتي. اه ما تستهيفيش بينا يعني، عشان احنا بنبقى صغننين كده ومقطقطين في نفسنا. شفت؟ مش انا قلت لك خليك عند امك بقى لحد ما السكه اللي بينكم ترجع. وادي داني لو رجعت السكه لما بتوقع خلاص الله يرحمها، بناخد فيها العزا 45 دقيقه وخلصت على كده. دي ام صباح صديقه الفلاح، النهارده بتقدم لنا وجبه السيلفر الدسمه زي السمك السيلفر كده. بتعملي ايه في حواجبها؟ نسيتي هنا، هنا مفيش سيلفر، انت كده بتخمي. ما خدتيش منها بقى الفلوس ولا بتعمل كده على النوتة؟ كان عندنا زمان لما اما الله يرحمها كانت بتعمل مطبخ، كنت جايب انا السيلفر ده، كنت بعمل بيه كده اشكال. انا عندي روح جماليه، كنت بحب ان انا افنن في البيت. الحمد لله البيت كله متفنن فيه على الاخر، مفيش ضيف جه عندنا الا وحلف بالتشوه البصر اللي انا عاملاه في الشقه، وده مش ميك اب، ده اسمه تشوه بصري وسمعي وكل حواسي كده، يعني الحواس تشوفها كده تشمئز كلها كده مره واحده، مش حوسه واحده بس هي اللي تشمئز، كل الحواس تشمئز. لا بتبص على ايه؟ خليكي في النيله اللي انت فيها. لا مش كل ده، ده هي بتبقى مره واحده كده وبتجيب اللون البشره عشان يبقى شبه الكونتور كده، فاهمه؟ ايام زمان كنت باخد كورسات علموني ان الخد يبتدي من هنا، عمر ما حد قال لي ان الخد بيبتدي من هنا، اصل انا مش واخده طعنه في وش. هو اكلك للبان ده واستهترك هي اللي خلاها تلعب في وشك البخت كده. ده لسه مكمله بصباعها، انت بتاكلي نوتيلا يا حاجه؟ شايفين؟ واخده لها الخد من هنا. لا بتبص على ايه وبتتفنني؟ انت ارجعي لاجيلك سكته نفسويه ولا حاجه. يخرب بيتك، انت هسيبها كمان تلعب في شعرك؟ المكوى دي ما شفتهاش من وانا عندي 17 سنه. نكتفي بهذا القدر عشان انا خلاص ولا لازم تعبت، عايزه اقوم اشرب قهوه بصراحه. ايه متقامه الكرانيه مع لون الفستان؟ هي قردة. يا لهوي يا شباب، لا مؤاخذه بتاعتنا قد الخمسه دي. لا اوعي تقلديها بنت، عيب. في ايه؟ ما تجيبيش نفسك التهذيب والكلام، مش كده؟ شفتي؟ اديكي نزلتي من نفسك في التقليد لحد ما بقيتي شبه حمد الوزير، ينفع كده؟ لا ده ما تجريش وراه ولا تضربه ولا اي حاجه ولا تحاول تسكته، انت لما مؤاخذه كده تفتح فيديو مع المدام، لان بالصوت ده انا لو مكانها، لو انت فين؟ والله العظيم لا هاجي، هعملك صينيه بطاطس بشاميل انت واللي معاها. مش هيفرق معايا بقى وقتها مين، اشوف راجل ولا ست، اللي موجود في البيت هيتفرق. يا هو اللي ايه ده ايه ده؟